55 لوحة تشكيلية للفنان عبد الحليم كبيش توشح رواق محمد راسم بالعاصمة، وتواصل نثر ألوانها الباهية حتى تاريخ 29 من هذا الشهر. كبيش اختار ألوان الحيرة عنواناً لمعرضه. الفنان الذي يعود للطبيعة كجوهر يقول أنه يمارس نوعاً من التصوف. لجأت إلى الطبيعة أبحثاً بعض الحقائق النورانية، يعني نظرة تصوفية للطبيعة. كبيش يعتمد على خامات، مرات ألوان زيتية على القماش ومرات أكريليك. والفنان لا يمكن أن يرسم بمنأى عن ما يحيط به. الفنان هو مرآة المجتمع، مرآة الواقع، مرآة الإنسان، مرآة الكل. الفن المعاصر تمرد على هذا النوع من النقل، النقل الواقع كما هو، وأضاف ذات الفنان، يعني ذات الفنان في اللوحة، لأنه عندي رأي لما أرسم اللوحة، عندي رأي في الموضوع. مسيرة حافلة تتوج مسار الفنان عبد الحليم كبيش الذي يرحل ويرتحل حاملاً رسالة فنية سامية.